يلا ناخذ كم رؤية عشان ثلث ساعة كذا تقريبا، ناخذ كم رؤية فيها. يلا استعينوا بالله. اللي عنده رؤية اتصل. رؤى ها؟ رؤى بس. السلام عليكم. مرحبا، شلون تصير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تصير رؤى؟ تفضلي. لو سمحت، أنت الشيخ محمد العجل. تفضلي. تفضلي تفضلي. لو سمحت، أنا مرة حملت، أنا كنت في المطبخ. ليش؟ أنا كنت في المطبخ. كنت في المطبخ؟ كنت في المطبخ. لحظة بس، لحظة خلني زين الصوت. أيوة. وش اسمه؟ إلا كنت اللي أنا في المطبخ، قريب زي البطة بالضبط. قاعد يطير. من هو اللي يطير؟ يعني ينقز ينقز إلى ينقز له يمسك برجوله سكينة، وكل ما إلى السكينة تقرب من عندي كل يبي يطنق. لحظة لحظة، أنت عيدي 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 رؤيتك من جديد. أنا دخلت المطبخ، ألقى الوالدة داخل المطبخ، إلا أشوف البطة، بطة موجودة قاعدة تقمز تقمز تقمز، إلا أشوف إلا تأخذ السكين، السكين كربت من عندي كانت تبي تذبحني. البطة شلونها؟ لونها أسود. بينك وبين أحد من خواتك أو عندكم واحد في البيت بين شو بينها مشكلة؟ كانت موجودة. الرؤية متى؟ هلا؟ متى الرؤية؟ قبل أمس. ومتى المشكلة كانت؟ المشكلة الظاهر قبل سنة، 2018 حاليا. عندكم خادمة ولا شيء؟ إيه خادمة. هي اللي كانت بين شو بينها مشكلة؟ إيه للأسف. راحت الخدامة؟ اي راحت. والحين ما في بينش وبين واحدة مشكلة او شيء؟ ما بين واحدة مشكلة؟ لا لا الحمد لله ما في البيت. طيب لعل الرؤية تتكلم عن شيء ماضي، والله اعلم. ماضي؟ اي. جزاك الله خير يا شيخ. مياك. انا ودي زين ال دقيقة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي رؤية تقريبا شفتها قبل ممكن 3 أسابيع كذا شهر. كنت كأني بزواج أو شيء زي كذا يعني، وجاني شخص طفل أتوقع كان، أعطاني 3 بطاقات دعوة. واحدة أعرفها يعني كأنه بطاقة دعوة لافتتاح مثلا مشروع أو مطعم خاص فيني أنا في المنطقة الجنوبية بأبها بالتحديد تقريبا. فكنت بنفسي أقول إيه هذا عارفته هذا، بس البطاقتين الثانيات بطاقات الدعوة هذه أنا ما أعرفها. بس إيش حالتك الاجتماعية؟ أصلا ما سبق لك الزواج؟ لا. عيد الرؤية. أقول كنت أنا كاني بزواج، كاني بمناسبة أو شيء زي كذا، وجاني كاني طفل أو أحد جاني أعطاني 3 بطاقات دعوة، واحدة منها كانت بطاقة دعوة يعني زي افتتاح مشروع أو افتتاح مطعم لي أنا، فقلت هذا أنا عرفته يعني. قصدك الطفل اللي عرفته؟ لا لا، البطاقة الدعوة هذه اللي أنا للمطعم أو المشروع. قلت
بس هذه عرفتها أنا يعني من مسبقا، إنه كان عندي خبر عن هذا الشيء، يعني إنه هذا الشيء أنا أعرفه أنا كذا يعني. والثانية تبقى الثانية ما أدري، ما عرفتهم. طيب تكررت عليك خطوة من نفس من شخص واحد؟ لا. طيب قبل الرؤية وبعد الرؤية هذه تكررت عليك خطبة من أشخاص متنوعين؟ في خطبة بس أنا ما أدري يعني مو متكرر ممكن. أنت عندك مشروع تجاري أو شيء؟ حاليا لا. طيب عندك أمر أنت متوقفة عنه وتناوي أنك ترجعين له؟ والله ما بالي شيء حاليا. الله أعلم، ما وضحت لي الرؤية، لعلها خير إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، تفضلي. سمحت يا شيخ، أنا رأيت رؤيا قبل فترة كذا. قبل كم؟ تقريبا شهر كذا أو شهرين كذا. أيوة، شفنا تحدث فيه إن كنا مثلا كنت أنا في بيت عمي الثاني، وشفنا شفته كذا كان بيروح المكان ومعه رجال. بيروح وين؟ وين بيروح؟ كان بيروح لمكانه وكان معاه رجال ما أعرفه، يعني ما أدري كان بيحل شيء أو كذا. أنا كنت واقفة في بيت عمي الثاني وهو عندنا نفس الحوش، كانوا ماشيين فجأة كذا شفته طاح وجسمه، وبعد كل شيء يعني يلتلي من جسمه، كان يقول لي يا بنتي أنا قاعدة أموت، وأنا قاعدة أقول له لا، كنت قاعدة أحاول أشاهده بس كنت أشوف كل شيء فيه كذا يلتف، كنت خايفة وحيت. أنت الحين عيديها من جديد. شو اسمه، تحلت لي كنت في بيت عمي، وعمي كان عمي الكبير موجود، كان بيروح المكان. وين المكان؟ تذكرين المكان هذا وينه؟ ما أدري كذا كان بيمشي. الشخص اللي مع عمك تعرفينه؟ إيه عمي عارفة. لا الشخص اللي مع عمك. لا. إيوه، فجأة كذا طاح وكان يقول لي أنا قاعدة أموت، قلت له لا، وشفت كذا يلتف جسمه كذا وخفت، وكنت قاعدة أحاول أشاهده وصحيت. عمك يشتكي مرض؟ لا الحمد لله. ما يشتكي مرض روحي؟ لا الحمد لله ما. والله رؤيتك اختي ما فيها ترابط بشيء، كانوا بيروح من المكان بعدين شفت النطاح والتوى جسمه، ما فيها ترابط اللي رأيتي في منامك، فما أتوقع على العالم أنه رؤية، هذا أضغاث وأحلام والله أعلم. يعطيك العافية. هلا. أحيانا يصير تصور لفلان من الناس بسبب موقف شافه فيراه إذا نام، فأنا أسأله هل هو مريض فرأت منه هذا الشيء، لأن ما أشوف الرموز، ما في رموز للرؤية، الناس كان ما شخص وراح وياه بعدين طاح وقاعد يلتوي، ما في شيء، ما في رموز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عندي رؤية يا شيخ، تقدر تفسرها لي؟ متى الرؤية؟ الرؤية قبل أسبوعين بالضبط. إيش؟ لو سمحت، أنا كنت كأني نايمة بفراشي، وكأن زوجي جاي صحيني وجايب معه يقول لي هاتي 200، جاء السواق الطلبات اللي أنت طلبتيها مع السواق، وكان في نوم هو، فما عطيتني 200 وانا اتفكر اقول انا ما طلبت شيء،
فأنا كان جاب لي أكياس من الأغراض اللي طلبناها على كلامه، وحطها في حضني بالفراش أكياس. فتحت أول كيس لقيت فيه، شقيت الكيس لقيت فيه حبة رمانة، وش اسمه، وأكلت منها الرمانة قبل ما هي بقشرها، وكانت لذيذة زي التفاحة يعني، يعني ما كانت حسيت بقشر ولا شيء. بعدين قلت له أنا ما طلبت شيء من الأغراض، يا ريت ترجعها للسواق، هذه الرمانة أكلت منها بناخذها. كأنا لقيت عليها ستيكر السعر وهي حبة، قلت مكتوب عليها 23، قلت 23، قلت لأنها هذا مو موسمها وتستاهل أقوله. وبعدين كأنه رجعنا الأغراض للسواق الباقية وأخذت الرمان هذه. فلما رجعت لقيت بنفس فراشي باقي كيس، طلعت فيه لأن في كيس فيه رمانتين، وقلت يلا ما نقدر نعطيها السواق هذه، قد راح ولا نعرف رقمه، الله يعينه بنصدق عنها بناخذها ونصدق عنها. وبعدين كان الحلم يعني فصل، طلعت في الصالة لقيت كرتون في عباية كاب خادمات، وبعدين قالوا يعني زي مكالمة، خالتي كلمتني وقالت إنه هذه أغراض حرمة، يعني زعلان على زوجها وطالعة وزي كذا، وانتهى الحلم. فأنا شدني بس طيب. عندك ذرية؟ عندي ولدين، بس في عندي مشاكل يعني، واحد عمره 12 سنة والثاني عمره سنتين، يعني في فرق كبير يعني. كم؟ لا واحد عمره 12 وواحد عمره سنتين. عندك تكيسات ولا شيء؟ إيه عندي مشاكل في الحمل. يعني في تكيسات في المبايض أو في الأرحام أو في التليفات؟ نعم. ها؟ إيه هذه موجود. هذا واضح من كلمة كيس. أنت تبحثين عن حمل الحين؟ إيه والله. طيب يرزق الله عز وجل بحمل بنت إن شاء الله، والله أعلم. حمل الله يعني رمان بالحلم بنت يا شيخ؟ أنت قلتي رمانة ما قلتي رمان. أي أول واحدة أكلتها رمانة، شقيت الكيس عنها رمانة، شقيت رمانة. الكيس والثاني لما رجعت لقيت كيس لحظة. فيه رمانتين. لحظة، كيس مثل ما أنك شقيت الكيس وطلعتي منه رمانة قلتي هذه بنت مؤنثة، كيس حتى أن كانت في حضنك المشيمة كيس كذلك ينمو فيها الطفل، فهذه نقول العالم حمل لك ويكون بنت، ويكون هذا الحمل مفاجئ لك. الله كريم، الله يسمع منك. بس في خير عليك، في رؤية عن والدي المتوفي ومرة مهمة بالنسبة لي. إيه. الله يعافيك. مو أنا اللي شايفتها، اللي شافتها خالتي، تقول أنا شفت والدك محرم لابس إحرام وكأنه في دورة المياه، وكأنه بيطلع، وجاب يطلع لقى ناس، دورة المياه هذه الموجودة اللي بالبرة في الملحق الخارجي، وكأنه جاب يطلع لقى أطفال يلعبون في الحوش وكذا، وكأنه استحى ورجع. تقول بس هذه الرؤية وصحيت. عيدي من جديد، عيدي من جديد. إنه كان لابس إحرام. من هو هذا؟ أبوك هذا؟ نعم؟ هذا أبوك، الرؤية كذا أبوك؟ الأبو الوالدي هذه الرؤية فيه، متوفي هو. ايه. واللي شافتها خالتي، الرؤية هذه شافتها خالتي مو أنا. طيب، كنا لابس إحرام؟ لابس إحرام وفي دورة المياه. في الحمام يعني تقول، وجاب يطلع تقول، ولو شاف عيال في الحوش وكذا واستحى ورجع. فيا شيخ أنا ما أدري وش معناها، قلقانة يعني، خاف محتاج شيء ولا شيء. عيالها بينهم شيء؟ لا ما بينهم خلافات؟ لا. ديونه مقضية؟ ما علي ديون، توفى ما علي ديون، شوي يمكن شوي خف يعني، شوي مشاكل بسيطة يعني بين العيال يمكن. فيها قطاعة؟ يعني الله يصلح الحال، والله أعلم أن الرؤية تدل على هذا، الإحرام اللي هو الحرام، والأب يبي يطلع لكنه منع بسبب ذرية أطفال صغار عياله اللي هم عياله،
هذا يدل العالم على الانقطاع. والحاجة أنا أقول لأن برهم بوالديهم من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فما بالك بالرحم إذا كان بينهم انقطاع فهذا يؤثر. أنا أقول يصلحون ما بينهم وكثر الدعاء لأبيكم بس. الله يجزاك خير، ما قصر دكتور، نفع يا شيخ، نفع الله بعلمك يا رب، شكرا لك. السلام عليكم. حمام مكان قضاء الحاجة ولابس الحرام وما قدر يطلع منه يدل على أن له حاجة ما قضيت، أو قد يدل يعني يرمز الأب إلى حاليا إلى الأخ الكبير أو لا من هو بعده، يدل له حاجات ما قضيت، الله يعلم يعني هذا استدراك، حاجات ما قضاها أو ما أخذها بسبب من هم أصغر منه، من هم أصغر منه، الله أعلم يعني. السلام عليكم. السلام. تفضلي. يا شيخ أنا وعيت إني كنت راكب السيارة كان مع أبوي، وكنت راكبة في الكرسي اللي ورا أبوي على طول، وكان معانا بنات في السيارة بس ما أعرفهم، لابسين عباياتهم وكل شيء، وإدانا المكان قال لنا بشتري لكم يعني كذا خبز في بيض مقلي، وأنا قاعدة أفكر في نفسي أقول شلون باكله لأن أنا ما أحبه. ما تحبين البيض المقلي؟ وكنت مستحي اني اقول له اني ما ابغى منه يعني، ونزل راح شو اسمه المحل عشان شو اسمه يجي، لما جابه يعني انا ما ادري اصلا من العقلية يعني ما شفت ابوي يعني، فمين كانه يعني يحجر كانت نفسها ما كان صاموني شلون؟ وداخل كانه صاموني كانه دونت يعني مو صاموني العادي. وش اسمه البيض اللي فيه مو صاير زي الكاسترد كذا زي كامل، فقلت انا يعني حسبالي انه بيض فقسمته بالنص وعطيت البنت اللي قدام كانت جالسه جنب ابوي وهي كانت مغطيه وجهها وعطيتها، لما ذكرها لقيت لذيذ قلت يعني بروح انزل اجيب لي واحد ثاني انه مره حلو. نزلنا ونزلوا البنات اللي معاي في السياره، نزلنا كلنا، كان في سوبر ماركت كان في عند الباب هندي ومسكر باب السوبر ماركت كله بطاولة، وهو اللي كان يسوي هذا الصامولي يبيع، فما اشترينا ولا كلنا، بس انا قعدنا نشوف وكذا، واشوف السوبر ماركت وراه مرة كبير، بديت ابغى اعرف هذا المكان وينه عشان لو بغيت ارجع لها اقدر اجي. قعدت ادور كذا في المكان، كانت يعني اشوف الشوارع وكذا، وكانت السماء مرة زرقة تهبل يعني، كانت مرة صافية وفيها سحب وكذا، فركبوا البنات السيارة، بعدين جيت أنت ومسكت يدي اليسار وتقول لي أركب السيارة، وكنت أقول لا أنا أبغى أشوف هذا المكان وين، فقلت لي شو اسمه كنت تسحب يدي اليسار أنا أركبي بسرعة يعني عشان شو اسمه أمشي، فارتفعت على المكان نفسه لقيت معلق، لا أول شيء صب مطر علينا، وكنت أنت قاعد تناظر في السماء كده وتغني ومبتسم كنت مبسوط، فالتفت على المكان اللي يبيع هذا الصامولي، لقيت مكتوب على المحل من فوق لوحة كده بيضة مكتوب عليها بالأزرق مركز الخير للتجارة. مركز إيش؟ مركز الخير للتجارة. وركبت السيارة عاد أنا وش اسمه، وركبت أنت قدام، بس إنه ما يعني مو جالس على الكرسي عادي، لا إنه حاط ركبتك على الكرسي ولاف وجهك على وراء يعني تشوفنا كلنا، فهمت؟ أيوة. فش اسمه وقعد البنات قاعدين يتكلمون إنه يعني هالمحل مين وكذا، فقلت أنت هذه كلها رؤية واحدة الحين هذا الجزء. إيه. لا إله إلا الله. أيوة. قلت أنت إن ها؟ أنت تقول إن هذا المحل حق أخوك، لأن البنات قاعد يسألون إن هذا المحل مين كذا. أيوة. وبس. زين جزاك الله خير. طيب هذه والله سواليف قسم بالله ضغط أحلام، هذه ما هي رؤية. هذه أيوة. ما هي رؤية لا. أسألك سؤال، أبوك مانعك من شيء؟ ما هو مانع من شيء. أمورك طيبة معه؟ لا
يا أختي هذه إضافة أحلام، ما هي شيء هذه. طيب عندي سؤال ممكن؟ نعم. أنا قبل كنت لما أقرأ آيات كنت أقرأها بمايا وما قصت فيها تطلع لي كدمة ساك. أي. الحين انقطعت، ما يعني حتى لما أقرأ وكذا ما تطلع لي كدمات. الحمد لله عافية إن شاء الله لك إن شاء الله. القرآن شفاء، استمري على قراءة القرآن. إذا تركت يعني نسيت الذكر أو شيء تطلع لي دمامة. إيه استمري على القرآن، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. الله يحفظك. السلام عليكم. هذه أضغاث أحلام هذه. انتم تعليقاتكم يا اخي، انتم خلوا الناس في حالهم، وش اللي اذا فضفتوا قالوا طيب؟ يا جماعه الخير خلوا الناس تمر، الناس يحلمون يقولون احلام، ايش فيكم يا ربي؟ خلاص روقونا انتم بتعليقاتكم، ترى بقى اقفل التعليقات عليكم ولا كلمه. والله رفقونا يا هو، استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سلامة الله. يا شيخ أنا حلمت أختي، أختي متزوجة، حلمت أن أنا أطلب من أبوي المتوفي شنطة، كان يطلب يعني بالحاح شنطة لي ولأختي، نطلب أنا وهي. وبعدين يعني في الحلم أرسل الشنطة مع أخويا، وكانت شنطة أختي حلوة لونها بني بزي المحفظة، وأنا شنطتي كانت مرة مرة حلوة أحلى من شنطة أختي، كمان لونها بني. أيوة. وانت الحلم كأني فرحت مرة بشنطتي، وشنطتي أحلى من شنطة أختي وأعجبت أختي مرة. إيه بس. بس. طيب الرؤية كأنك تطلبين من أبوك شنطة. أيوة كأنه نطلب أنا وهي من أبوي شنطة. وأبوي متوفي الله يرحمه يجعله في الجنة. اللهم آمين. هذه اللي رأتها أختك. رأتها أختي تقول شنطتك مرة مرة حلوة أحلى من شنطتي. وش حالتك الاجتماعية؟ متزوجات. أنت أمورك المادية طيبة؟ الحمد لله. أفضل من أختك؟ من مثل أنت اللي أحسن مني. الحمد لله. لك حقوق ما أخذتيها؟ ورث شيء؟ لا لا ما ورثت شيء. كأنك تطلبين أبوك شنطة. كان يطلب أبوي الشنطة، تقول أنت تطلبين أبوي الشنطة يعني وتلحين عليه، وكأنه يعني أرسل بها أخوي محمد وأعطاك الشنطة في البداية، كأنك أزعلتي يعني قلتي ما لبالي وزي كده. طيب. بعدين أعطاك الشنطة وكانت شنطتك مرة مرة تجنن، لونها بني ولون شنطة أختي كمان لونها بني. طيب في هل في حاجة أنت تطلبينها من زوجك إما متعسر عليها الأمر أو إنه رافض يعطيك إياها؟ يعني أنا ودي أحمل وكذا وهو رافض. طيب خلاص بس اسمي البث. أدخل على البث؟ أي أنت أخذتي الشنطة؟ أيوة. تقول شنطتك حلوة مرة. الحمد لله. شنطتي صغيرة تقول زي المحفظة، شنطتك كبيرة شوية يعني. أختك توها حامل أو توها والد أو عندها طفل صغير؟ عندها وتوها حامل. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بس الله يكتب لك الخير، مع السلامة. اسمعي البث. طيب هذه الرؤية والله أعلم أن الأب في المنام إنما يمثل زوجها، لأنها هو لي أمرها، وانها تبي منه شنطه، تطلب منه شنطه، تطلب منها الحمل، لانكم تعرفون ان الشنطه تحمل، تحمل الشنطه ويحمل داخلها المنفعه، ف
فهذه الرؤية والله العالم تدل أنها مثل ما قالت أنها تبي تحمل فعلا، وراح يحصل لها إن شاء الله بإذن الله هذا الحال، والله أعلم أنه بيحصل لها حمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ، ممكن تفسر لي رؤيتك؟ إي نعم. أنا رأيت أن يكون جالسة على سجادة في غرفة شبه مظلمة، ودخل علي زوجي وكان عاري ويرقص بطريقة هستيرية جدا، فبدأ وهو يرقص يتحول إلى قزم. أيوة، شعره يصير يتحول لون البرتقالي، بعدين صار يرقص بزيادة، ركض مرة يعني سيء، فقلت خلاص كفاية لا تسوي كذا، ففجأة تحول إلى مسخ بشع الشكل جدا. انتهت الرؤية. أعيدي من جديد. رأيتني أنا جالسة على سجادة في غرفة شبه مظلمة، والبيت فاضي يعني ما في ولا عش ولا في أي شيء، ودخل زوجي وكان عاري يرقص بطريقة هستيرية. زوجك أموره المادية طيبة الحمد لله. دينا كيف دينا؟ مقصر؟ ما أدري. ما تدرين زوجك؟ ما تدرين؟ طيب خلاص يا أختي، يبدو والله العالم أنت تعرفين عندك في ما تقدرين تقولين في البث، خلاص خليها تم الرجل. نعم يا شيخ، أنا والله صارت كم وأنا أحاول. طيب أنت غير مستقرة معه في البيت؟ في مشاكل كثير. طيب هذا يدل والله العالم سجاد أنت على سجادته وفي بيته يدل على أنك أنت على ذمته في بيته، والسجادة والمكان المظلم هذا السجادة تبتلك أنت يبدو والله العالم وتذللك له أنت، يعني مطيعة له بالأصح جدا. أي الحمد لله. كذلك دخولها عاري يدل على ما بيقول أن لباس التقوى خير. صحيح. أي وإذا نزع اللباس فنزع لباس التقوى هذا شر. الشيخ صراحة هو يفسر الدين على هوا. الله المستعان. رأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا جزء من الانسلاخ. طيب تحوله إلى مستشفى خشن جدا يعني أنا لدرجة أني خفت منه. المستعان يا أختي، وصلى الله عليه وسلم. تكفي يا شيخ، فترها والله. طيب خلاص اسمعي البث. طيب يا شيخ، ممكن أقول رؤية ثانية لو تكرمت؟ طيب. أمي رأت أن زوجي جاب تبكي عندها. أمي رأت أن زوجي جاب تبكي عندها. جاب إيش؟ أمي رأت. طيب اسمعي زوجي. قبل ما تقولين الآية، قبل ما تقولين الرؤية الثانية. أيوة. بالنسبة لانسلاخه تلونه ثم أصبح إلى مسخ، أنا تذكرت آية في قول الله عز وجل. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أنت تقولين صار قزم صح؟ مسخ، بعد القزم تحول إلى مسخ. طيب واللحم اسمعي صار قزم صح؟ أيوة. أخلد إلى الأرض، هذا اسمعي الكلام، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا أعظم المسخ، أن الإنسان يأخذ من الدين ما يبي يفسر الدين على ما يبي، نسأل الله السلامة والعافية. الآية واضحة جدا كأنها تفسر هذه الرؤية. طيب الرؤية الثانية شيخ كانت لأمي. رأت أن زوجي جالس يبكي عندها ويقول لها سامحيني، قالت له أنت قتلت بنتي، قالت لبنتي خلاص ماتت راحت عند رب العالمين، لكن أنا ما رح أسامحك، أنا بتركك تتعذب إلى يوم الدين. وهنا انتهت رؤيتها. هذه ليست رؤية، هذا يبدو والعالم أن أمك، هذه أمك اللي رأيت الرؤية؟ أيوة. أنت تفضلين لها؟ ايوه انا احكي لهم بصراحه، بس هذا بسبب انها ترى رايت حالك فرات مثل هالرؤيه. نسال الله السلامه. طيب ممكن رؤيه صغيره بسيطه جدا؟ والله يكفي، خلاص رؤيتين يكفي. تكفى يا شيخ، خلينا على الرؤيتين افضل والله. طيب الله يحفظك يا اختي، السلام. نسال الله يفرج هم كل مهموم يا رب العالمين. الله المستعان.
والله كأن الآية يعني كأن الآية القرآنية هذه تتكلم عن حال يعني من ينسلخ عن دين الله عز وجل. والرؤية هذه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. أنا شيخ حلمت أختي المتوفية. إيه. أنا. أيوة. حلمت إني في الحرم وأن أختي لابسة حجاب كامل ودخلت مقام إبراهيم. الله أكبر. وكانت في يدها ولدها صغير. هي ممكن الحين هو عمره 12 سنة. حلمت إنها دخلت مقام إبراهيم وخرجت هي بس بدون ولدها. وهي لابسة حجاب كامل. الله بس هي متوفية. متى الرؤية؟ والله ما فكر بس ما أختي متوفية من سنة وشوي. طيب هذا والله العالم أنها تدل الرؤية أن موت أختك على ملة إبراهيم حنيفة مسلما وما كان من المشركين. دخولها المقام إبراهيم هذا يدل على دخولها إلى القبر وهي على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. هي توفيت وهي حامل أو شيء؟ لا بس كان عندها مرض سرطان. الله يرحمها ويجعلها في الجنة. أما بالنسبة لخروج ولدها هذا يدل على أن ولد إن شاء الله بإذن الله أنه يكون من الصالحين والله أعلم. الحمد لله شكرا. في شيخ في حلم ثاني أقوله ولا ما يجي؟ يلا أعطينا. حلمت إني في مكان كان المكان مقلق بس كان مرة كبير المكان ودخلت علي أختي هذه المتوفية بس كان وجهها مكشوف يعني كان وجهها أبيض وجدت اليوم وكذا كانت تبغى تمسك يدي كذا تبغى تعض اصبعي السدادة كنت فهمت كذا فيني خوف وزي كذا. ايوه بس خلاص انتهى الحلم وانا دفعت عن نفسي ما خليت اتعطل. طيب وكانت تضحك مره تضحك. متى ذا الرؤية؟ والله ممكن هذه مو مرة يعني بس كملها يعني شهر. يبدو والله العالم كم عدد الأخوات في البيت عندك؟ أخواتك كم؟ إحنا أربعة أختي متوفية الرابعة الحين صرنا ثلاثة. هل هذه أختك كانت أقرب أخواتك لك؟ لا عاد يعني زي بعض غير ممكن هي بعيدة شوي هي أختي الكبيرة يعني ممكن أختي اللي أكبر مني سنتين هي أقرب. كأنها كم عندها عيال هي؟ ما هي عندها ولد وبنت أختي اللي توفية؟ طيب لعلها إن شاء الله بإذن الله في خير وصارت إلى خير ولا نزكيها على الله عز وجل. يبدو والله العالم أنك أنت كثيرة التذكر لها فأسمع السبابة أربعة يعني السبابة وبعدها ثلاث السبابة وبعدها ثلاث هي الأولى. يبدو أن أمرها يبدو أن دائما أن نفسر الأصابع في الرؤى إما في الأولاد أو في الأخوان أو الذرية. هي الأولى. أنت ما بديتي من الإبهام بديتي من هنا معناته عددكم مثل ما ذكرتي. فأقول والله العالم أن أمرها يحزنك دائما أنت كثيرة التذكر لها فأنتم عصبة واحدة فأنت كثيرة التذكر لها وأنت قلتي تعظني وعادة العظ يفرق عن الضرب أن الإنسان يبكي بلا ألم يبكي بلا دموع أو يحزن بلا بدون أن يتكلم هذا والله أعلم. بس أنا دفعت عن نفسي ما خليت أتعطل. أنت صابرة يدل الدفاع على الصبر. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يا شيخ أنا حلمت إنه بيدي أطلع من يدي شوك صار. شو
شوك. ومن بكرة حلمت إني أطلع من يدي شوكة صغار وباطن الكف بعد شوكة كبيرة، تعرف حق الأسنان اللي منقاش حق الأسنان، طلعت الوسط كده طويلة. من بكرة حلمت نفسها. طلع من يدك شوك؟ إيه، كنت أطلع شوك من يدي كان أحبط أو شيء زي كده يعني، وقعدت أطلع الشوك اللي داخل بيدي. انتي موظف طالبة انتي؟ ايه. متأخرة في الدراسة؟ حولت يعني ادرس، من حولت تخصص ثاني. الرؤية دي متى؟ قبل 6 شهور يعني، قبل اختبارات الترم الاول. انا ادرس جامعة. طيب، لعل هذه بعض التعثرات اللي حصلت لك، لكنها ان شاء الله تنتهي. طيب، انا يعني قعدت يوم ما حلمت اليوم، من بكره حلمت نفس الحلم، من بعدها تبينت، ما يكون دين؟ بعدها ايش؟ من بعدها تبينت، كان لا. يعني دين اول مره تبين مثله يعني. لا كثير لا. كان شو. لا لا والله ما لا ما له دخل؟ لا، الرؤيه تدل على طيب. بعض التعثر وبعض التاخر، لكنها ينتهي ان شاء الله. طيب اخوي يبيك تفسر حلم، اعطيك اياه؟ هاتي عادي؟ هاتي. الو. ايوه. اعطيك اخوي؟ اي اعطيني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله، مرحبا. شيخ، عندي رؤية. خير ان شاء الله. رأيت يا شيخ إني عندي دريشة كذا في ساحة كبيرة، وكأني شاف طابور كذا يعني أمامي يمكن 20 واحد، وكأني شاف طابور وكأني في ظلام يعني ما في نور، وكأني أشوف الناس يمين يسار يركمون ركب، وكأنهم فيهم ملتحين، الملتحي أكثر من الحليب، وكان يقول يعني إن شاء الله عندنا انتصر الإسلام، أقول كذا بنفسي انتصر شيء في الإسلام، وكان تركت الصف، كان شيء الصف طابور عندي كان شيء مهم زمان، وكان لحقت دولة بيقرون، وكان سألت واحد قلت وش فيه، وكان يضربون واحد مع المنتصب، مع منتصب راسه يضربون بشيء ويضربون بشيء، كان ما يجي شيء يدخل بالسيف ويطلع ما في شيء، وكان قلت يعني وش في؟ قلت إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، قلت طيب أنا مالي دخل أنا، كان بدأ يلحقني أنا بس. أنت متابع لأخبار أو شيء؟ كيف الأخبار؟ تابع أخبار بكثرة؟ والله يعني جاتني أخبار قريتها ولا موضوع يعني ذات الشغف. ما أنت حريص عليها يعني؟ كيف؟ ما انت حريص اقصد؟ وصل ما انا مره يعني مستقيم انت؟ كيف؟ ايه الحمد لله. الله يثبتك، قاعد الرؤيه من جديد. رأيت كاني في شباك كذا، كان شباك فيه ناس قدامي 20 او كذا، وكاني يعني احكي الصف، كان يعني نظرت ناس يقولون فيهم الملتحي واكثرهم الملتحي، فيهم الحريق لكن اكثر ملتحيين. وكان يقول يعني وش يعني وش السالفة اللي يركضون ذولا؟ وكان عندي شيء مهم في الشباك لكن ما ادري وش هو. وكان خلاص يعني بلحقهم شكله في شيء انتصار بالاسلام او اسمع انتصار في الاسلام. وكان يلحقهم، كان سالت واحد قلت ايش فيه؟ قال ان الله سيطر، وكان يضربون واحد منتصف راسه. منتصف راسه لكن ما يجي شيء، يدخل السيف ويطلع ما في شيء. ملتحي يوم. كان وانا مستار، كان يعني بدا يعني يقرب شوي، قلت انا مالي دخل انا، قال ان الله سيطر وبدا يلاحقني. قلت لعلها خير ان شاء الله، لعلها خير. يعني ما في شيء ولا لا لا ان شاء الله، لعلها خير. الله يحييك. يا هلا، مع السلامة. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، انا عندي رؤيه عن خالي، اخو امي اثر خوالي.
هم متوفين له شهر تقريبا شهر أسبوعين كذا، وأنا تحلمت فيه إنه جاي دخل علي بالصالة وإنه لابس ثوب أبيض ووجهه نظيف مرة وإنه ابتسامته بيضة ويضحك ويناظرني قال هلا والله، وجيت أنا ركضت وضميته قلت أنت ميت وأنا أحسبك حي، قال أنا ما حبيت أجيك أنا، قال أنا ما حبيت أجيك بالليل خفت أزعج كنت في نايمة فجيتك الساعة 11 الظهر. وكانت زوجتي عندي قالت وجيت أنا دمعت بغيت أصيح ونظرت هو غمق وجهه وقعد يقح وكأنه تعب وجلس بعد ضياقة، قالت لي زوجتي إن لا تصحين هو كذا يعني يضيق، وسكت يوم نظرت بدأ يعني يرجع شوي شوي وقعد عاد يسالف، قال لي أنا أبغى شيء من أخوي علي هذا أكبر خالي. قالت زوجتي لا احنا نحتاج شيء من احد، ونظرها كذا وسكت عادي ما قال شيء وبس. متى متوفي؟ يمكن له شهر تقريبا شهر اسبوعين كذا. وش سبب وفاته الله يرحمه؟ ايش؟ وش سبب وفاته؟ شغل؟ سبب وفاته؟ سبب وفاته ألم بالبطن. الله يرحمه ويجعل ينزل منزلة الشهداء، إن شاء الله النصارى إلى خير، بس في الرؤية فيها جزء، الرؤية فيها إن شاء الله إيش؟ الرؤية فيها جزء ما رأيت في منامك، جزء رؤية وجزء أضغاث أحلام أو حديث نفس بالأصح أنك تفكرين فيه هذا الجزء الأخير. أما رؤية أنه بخير ووجهه نظر هذا يدل بإذن الله أنه صار إلى خير، وميت المبطون شهيد كما قال عليه الصلاة والسلام، الله ينزل منزلة الشهداء. الله يجزاك خير. السلام عليكم. مع السلامة. لا إله إلا الله. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. الله لو سمحتي شيخ، أنا رأيت رؤيا يعني حدود السنة، رأيتني في مكان كده كبير زي الصحراء، وكان مقسوم قسمين، قسم كنت أنا فيه والقسم الثاني كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه محمد. أنا جالس في مكان زي المنبر، وكان يعني أنا طالع في مكان كان عليه إشعة شمس، حاولت إني أتقدم يعني في نفس المكان، لكن كان في بيني وبينه عتبة يعني ما قدرت أتجاوزها، وكان في يدي خاتم تسبيح، جلست أنا أبكي من الفرحة إني شفته، وهو كان معطيني يعني أشوفه من الجنب، فجلست أنا أبكي وأقول لها يا رسول الله والله إني أحبك، فرد أعطاني جزء كذا من وجهه قال وأنا أحبكم، وقلت له يا رسول الله سامحنا إحنا فرطنا في سنتك، قلتها ثلاث مرات وبكل مرة أقولها أنا أبكي، فغضب مرة يعني ومسك بيده على طرف المكان كأنه جالس على كرسي وكذا بان الغضب مرة في وجهه، ويقول لي ليش حال الأم كذا يعني ليش وصلت لها، رديت عليه قلت لها أمي أنا بنت أنا ما أقدر أنا ما أقدر أسوي شيء، وانتهت الرؤية. مش حالتك الاجتماعية أنت؟ أنا عزبة. لعلها خير إن شاء الله، اثبتي على السنة واثبتي على تمسكك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اثبتي على تمسكك بحجابك وعفافك وسترك وحيائك، أنت وجميع الأخوات رؤية تدل إن شاء الله بإذن الله أنك من أهل الخير وأهل الصلاح، نحسبك ولا نحسيب والله حسيبك ولا نزكيك على الله، اثبتي على دينك ثبتك الله على الدين. طيب ممكن سؤال؟ نعم. ممكن الواحد يشوف أن الله سبحانه وتعالى يكلمه في رؤية؟ نتكلم عن هالشيء إن شاء الله في البث. يعطيك العافية. السلام عليكم. الثبات على الدين، الثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام،
كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء الله من قلب القلب ثبت على دينك، ومن أراد الثبت على الدين حتى يلقى الله فليلزم عتبة السنة وعتبة العبودية وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلقى الله ويلقى رسول عليه الصلاة والسلام على الحوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير يا شيخ. حياك الله، تفضلي. لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا من النوع اللي نادر ما أحلم، وفي حلم يعني جتني رؤية بعدها افترقت أنا وزوجي. يا فضيلة الشيخ، أنا بيتي كان مو زين مرة، يعني أحس في أشياء غير طبيعية، رشيته بموية وملح، تجيني كوابيس أنا وعيالي. جتني رؤية قبل ما أطلع منه، قبل ما تصير مشاكل بينه وبين زوجي. ألو؟ إيه. جتني رؤية أنا في بنت حماتي صغيرة عمرها 6 شهور، كنت أحب البنت هذه يعني. شفت رؤية أني مسكت البنت هذه اللي عمرها 6 شهور، دخلتها غرفة النوم، سميتها قلت لها كم واحد في غرفتي؟ نطقت في الحلم قالت 4 فيها. المهم أنا في يعني في أشياء كثيرة في بيتي، في تصرفات، في كوابيس تجي يعني حد يعني ما أقدر أنوم عيالي على الأرض، يعني الله ينام على الأرض أو شيء كذا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. اسمعي يا أمي، انت اعطيني الرؤيه انك تشكيل لي حال بيتك. الرؤيه اني دخلت البنت هذا غرفه النوم، كان غرفه النوم فيها حركه، يعني كان في الحلم ان فيها جنون وكذا في الغرفه. دخلت البنت هذه غرفه، قلت لها كم في الغرفه؟ قالت لي في 4. بعدها افترقنا انا وزوجي. كم عندك ذريه؟ 3. الولد ما اللي كنت تحافظين عليها وتنتبهي لها في المنام؟ هذه بنت حماتي احبها، تلعب عليها وكذا. تجلس عندك بكثره؟ نعم. تجيك بكثره البنت هذه؟ اي كنت احبها، كنت اعزها يعني العب عليها وكذا. بس تجلس معك بكثره؟ اي. طيب الرؤيه هذه والله العالم عندك 3 اطفال صح؟ اي. فيهم شقاوة؟ اي. والبنت هذه فيها شقاوة؟ ايوه. خلاص هذه الرؤية الأربعة في حياتك واللي هم الأربعة الذرية الأطفال، اسمحي لي على هذا الكلام، 4 جنون يعني 4 ذرية، 4 من ذريتك فيهم قشارة وفيهم شيطانة الله يحفظهم. يا فضيلة الشيخ، أنا بيتي اسمعي مني، أنت قلتي لي رؤية فسرتها لك زين. بالنسبة لبيتك تقولي أشوف فيه كذا ما أقدر أحطهم، هذا شيء ثاني، لكن أنا اللي أشوفها رؤيتك أن تدل على أن عيالك فيهم قشارة، عيالك 3 إضافة إلى البنت هذه 4 يشكلون ثنائي أو رباعي خطير. هذا هو. اسمعي، أما بالنسبة لبيتك تشوفين شيء في بيتك، تشوفين عادة في بيتك، هذا أنا ما أدري عنها، أوصيك بوصايا، حافظي على صلواتك في وقتها، أذكار الصباح والمساء على نفسك وعلى ذريتك، اقرأي في البيت سورة البقرة فإنها بركة ولا تستطيعها البطلة وتهرب الشياطين من البيت اللي تقرأ فيه سورة البركة البقرة. أبي فضلت الشيخ بسألك، أنا الحمد لله الحين مرتاحة لأني خلاص انفصلنا، يعني ما صرت عنده في نفس بيته. فضلت الشيخ، أنا يعني دائما تجي من الحلم حقتي اني انا اكون يعني دائما احلامي عن العالم الثاني، عن الجن وكذا، اكون انا موضع الاقوى، انا ابطلهم بالقران، انا ابطلهم بالاذكار، عرفت؟ انا يا فضيلة الشيخ معلش، يعني انا الحين يا فضيلة الشيخ زوجي ما اشوف وجهه في المحكمه، يعني بين جلسات غباش وجهه، يعني نفسي اشوف، نفسي اشوف عيونه بس ما اقدر اشوفه. قلت له ترى انا ما اشوف وجهك، يعني الحين افترقنا وكذا، كيف اقول له ترى يعني ما ادري، يعني المكان اللي احنا فيه يعني ناس كذا، انا بيتي في وسط اثار يا فضيلة الشيخ، عشان تفهم انا بيتي. قلت له يعني هو كان نشتكي منه، يعني ما كنا ننام نقدر على الارض، لما ننام على الارض تجينا كوابيس نفزع، حتى الاطفال ينفزعوا. طيب كنت اقول له خلينا نرحل وكذا، حالنا يتغير، بينه وبينه مشاكل كبيره، عرف؟ عشان كذا بس الحين ما اشوف وجهه. طيب سوي الامور اللي قلت لك، سمعتيني؟
الصلوات الأذكار ترى الحين الحمد لله الحين أنا نفسي ارتاحت أنا يعني بعد ما فصلنا أنا ارتحت بس إيش السبب أنا برجع بيتي طيب أنا برجع عشان عيال وكذا إن شاء الله إن شاء الله بترجعون وبيصلح الله أموركم بيزينها لكن أبيك تسوين اللي قلت لك الصلوات على وقتها أذكارك أنت وإياه تحافظون على سورة البقرة زين في البيت طب يفضلت الشيخ طب يفضلت الشيخ الحين أبى أعرف السر إني ما أشوف وجهه والله يا أختي ما أدري أنا ما أعلم الغيب أنا ما يا شيخ أنا أشوف قدامي في المحكمة الرجال متمسك فيا يقول الشيخ يا شيخ خلاها تكتب شروطها وأنا أرجعها جالس أقول أنا أشوف قدامي رجال بس وجهك ما أشوفه عيونك ما أشوفها طيب وجهه غباش بس أشوف رجال قدامي طيب أنا مثل ما قلت لك أنا تبيني أقول لك كلام تسليك ولا كلام حقيقة حقيقة وجربته الحقيقة ارتحت نفسيا الحين ايوه الحقيقة سوي الامور اللي قلت لك صلواتك بوقتها اذكار الصباح المساء قراءة سورة البقرة بشكل يومي يعطيك العافية بس هذا من الاخير يعني ولا تسمعين في كذا وفي كذا يعيشك وهم بس سوي الامور اللي قلت لك فيك هالشيء اللي يوهمونك الناس فيه او فيه حقيقة او غير موجود بعافيك الله لان القرآن حياة لان القرآن شفاء لان القرآن هداية ورحمة وطمأنينة وامن وسكينة فعليك باللي وصيتك بس يغير الله حياتك الله يجزاك خير السلام عليكم طيب شيخ تقول انا ما اقول ملامح يعني انا ايش يعني انا في موضعي انا تقول ما تشوف ملامح انا في مكاني انا ايش تبغاني اقول انا قرات عليها عشان اقول لك فيها كذا ليك يا أخي صعب أني أبيع كلام رخيص على الناس وأوزع وأعطيهم كلام لكن أوصيهم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها سورة البقرة بركة كذا 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 بس أما قضية أني أنظر وأقول كلام وأنا يا أخي هذا إيهام الناس وما يصلح عليك بما ثبت لا خبرتي خليها لي السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ عندي حلم للوالدة حلمت قبل فترة إن في مناسبة زي استراحة كذا ومتجمعة خالاتي وبنات عمي ففي واحدة من بنات عمي تقول معاها زي القدر فيه موية وتبي تكبه في المجلى الحوض حق المطبخ أوكي القدر كان فيه خاتمين وساعة لي أنا فلما كبته طاحوا الخاتمين وقالت أمي لا حق بنتي فلانة وذكرت اسمي في الحلم فأمي لحقت ومسكت الساعة وطاحوا لون الفستق والساعة اللي مسكتها لونها ذهبي هو صمت هالحلم والله ما سمعت زين لو بغيتي الصدق معلش أقول العيد من جديد من البداية إيه قولي أمي تقول إنها كانت مناسبة زي الجمعة في استراحة وكذا وكان خالاتي بنات عمي متجمعات وفي واحدة من بنات عمي من بعيد يعني بنت عمي قريبة شوي كان معاها قدر في موية وتكب في حوض المطبخ في مجلة القدر كان فيه خاتمين وساعة هي أنا وهي تكب المنتبهة طاحوا الخاتمين وأمي قالت لا تكبين هذا حق بنتي اللي هي أنا ذكرت اسمي ولحقت أمي مسكت الساعة وتقول أمي الخاتمين اللي طاحوا لونها لون الفص أزرق والساعة ذهبية اللي مسكتها وبصمتها الحين مش حالتك الاجتماعية هلا مش حالتك الاجتماعية متزوجة وعندي بنتين والرؤية متى؟ شلون؟ الرؤية متى؟ تقريبا قبل شهرين ثلاثة حملتي أو حملتي حمل ما كمل؟ أنا الحين حامل يا شيخ لي تقريبا شهر ونص وقبل فترة سقطت مرتين طيب عندك مشكلة قبل ما تحملين كان في الحيض؟ لا بس كان في مشاكل يعني عادي يعني وقت التسقيط يعني أكون أتعب في الحمل ويطيح الحمل في سبب طبي لا؟
لا والله ما في سبب. طيب لعلها خير. بس شلون؟ لعلها خير. وهي تتكلم عن حمل، تتكلم عن تسقيط سابق لك أنت، خاتمين وساعة دل عن تسقيط سابق لك أنت، دل على يعني مشاكل أنت مريتي فيها من معكة صحية من. معلش دكتور الشيخ الصوت مو واضح. أقول الرؤية تتكلم عن مشاكل يعني لك فيك أنت بسبب الحمل، تسقيط سابق. أنا سألتك في البداية قلت حملتي وسقطتي قبل خاتمين وساعة، يبدو العالم أنها ولدين وبنت، إن شاء الله لعله يكون الحمل القادم بنت والله أعلم، يتمم الله عز وجل لك. متأخرة في الذرية صح؟ شلون؟ متأخرة. كيف متأخرة؟ كم عمر ولدك كم الحين؟ آخر بنت عمرها 3 سنوات. إيه لعل الله يرزق. ساعة ذهبية. لعل الله يرزقك إن شاء الله، يكون حملك القادم قد يكون بنت إن شاء الله. طيب معلش يا شيخ، أنت فسرت لي حلم قبله، قلت لي إن شاء الله الولد الحمل الجاء. إيه. وأنا حلمت أمس إني كأني بتزوج الملك سلمان. أشوفه في الحلم كأني راح أتزوجه، وكان الوضع عادي عندي، وكان هو يعني هيئته إنه في البيت يعني لابس ثوب بس من دون شماغ من دون شيء. وش الرؤية اللي فسرتها لك أنا؟ متى الرؤية فسرت لي حقت ال؟ لا 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 مو ما فسرت لي حقت الملك سلمان، هذه حلمت فيها أمس، بس في رؤية سابقة. متى؟ من زمان تقريبا قبل 3 شهور 4 بعد يعني. قبل حملك؟ قبل حملي قلت. قبل حملك اللي سقطتيه؟ شلون؟ قبل الحمل اللي سقطتيه؟ لا لا يا شيخ، قبل حملي هذا. وش الرؤية؟ أذكر رؤية لأختي إنها فيه كيس، فتحت الدولاب تأخذ الكيسة، قالت أمي لا تركيها هذه لأختك. طيب. اللي هي أنا. طيب أعطيني الرؤية حقت الملك سلمان وش هي؟ حلمت أمس الظهر أني كأني يعني كأني بتزوج الملك سلمان، وكان وضعه عادي يعني كان لابس ثوبه بس يعني لا شماغ ولا شيء، كأنه في البيت، وكأنه طلب مني أفتح الثلاجة أعطيه البخاخ حق الربو، فكنت أنا ماني مهتمة يعني، حتى يقول لي افتحي، وفتحت الثلاجة ودورت ما حصلتها، بعدين لقيت البخاخين وقلت هذه هي، قال إيه وعطيته، وكأنه يعني كأنه يعني راح أتزوجه، وكان وضعي عادي يعني. طيب بس إيه بس زوجك فيه ربو أو يستخدم بخاخ ربو؟ لا لا يدخن عادي. يدخن أو يشيش؟ لا. يدخن ولا يشيش؟ لا لا تارك، لا لا تارك التدخين من زمان. متى هذه الرؤية؟ أمس؟ أمس أيوة أمس حالمة فيها. متى هو تارك الدخان؟ من زمان يا شيخ، تقريبا 2 سنين كذا. كان طلب منك شلون بخاخ الربو، علبة حقة الربو ايش فيها البخاخ، هو اللي طلبه منك الزوج ولا لقيتيه؟ اللي طلبه مني الملك سلمان. ايوه الملك سلمان، عفوا الملك سلمان. ايوه اول شيء فتحت الثلاجة ما دورت زين، فهمت؟ فبعدين قال لي الا في المكان الفلاني، ولما فتحت لقيت البخاخ وعطيته. طيب الوالد موجود؟ ايه. يشتكي من مشاكل صدرية او حاجة؟ تقريبا الوالد يدخن. تصدقيني القول، ابوك قد طلب منك امور يعني في الدخان، جبيل الدخان ودير الدخان شيء؟ لا 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 ما يحصل هذا. لا غير واضحة، الله اعلم. اوكي طيب معلش يا شيخ، تفسير الحلم الساعة الذهبية اللي مسكت امي، هذا يعني بنت ولا يعني مو ولد؟ بالنسبة للرؤية هذه والله العالم الساعة الذهبية تدل على بنت. ايوه والكيس، طيب انت قلت لي ولد. اي كيس؟ الحلم اللي قبل هذا حلم. انا اتكلم عن الرؤية هذه اللي أيوة. عطتني اياها. خلاص الله يعطيك الله يكتب الخير. مشكور. أنا. طيب خلاص يا جماعة، دخت والله، دخت صدع راسي والبث بقى.